السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السيدات والسادة، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم رياضة في السياسة. مصر مقلوبة، السيسي ترشح، مش قلنا انقلاب؟ مصر منكوبة والعدالة مغلوبة، مش قلنا انقلاب؟ مصر مركوبة من شوية جيران، مش قلنا انقلاب؟ السيسي فاجئ الدنيا كلها وترشح للرئاسة، مفاجأة مذهلة أكبر من فوز فيفي بالأم المثالية. بكل سفور الانقلاب بياكل الأخضر واليابس، حتى في الرياضة الانقلاب بياكل ولاده. الهرم الأحمر انهار بمؤامرة من أقرب الأصدقاء. مرشح الرئاسة في انتخابات الأهلي والزمالك الخمسة مصممون على الركوع أمام الانقلاب بكل الأفعال والكلمات، متبرئين من الإخوان بل من الصلاة للتأكيد على علمانية ولا أوضع. ما يدبره الإنقلابيون بليل في الناديين الكبيرين ستحطمه الفيفا قريبا بقرار مغلف بعقوبة. جفاف الاقتصاد والسياحة امتد، الصبغة الصفراء راحت نهر النيل، الإعدام الجماعي لأكثر من 500 راح لكرة القدم. جفاف أهلي وزمالك واسماعيلي في إفريقيا، وصبغة وجوه كل أنصارهم باللون الأصفر خايفين من المصير الأسود لفرقهم. حتى مباراتي الإياب للأهلي والزمالك الفريقين مهددين بالانسحاب، مش لاقيين ملعب لغاية دلوقتي. الكل في انتظار كرم العسكر يفتحوا ملعب وعطف الداخلية تأمنوا، أما حضور الجمهور علامة استفهام. مع العناوين: حمدي ومؤسسة الفساد، من أعان ظالما ذل على يديه. رحت ضرب تصريح كده برضو كان عنيف شوية. ما هو الدور الذي لعبه الساويرس لإبعاد حمدي عن الانتخابات؟ تكافؤ كبير بين المعلم وطاهر، وغموض بين ثلاثي الزمالك. الانقسام بين أبناء الأهلي يعكس حال مصر الانقلاب. هل نضبت مصر من الهدافين لتسجل هدفين في 9 مباريات؟ الفرص كالتالي: الإسماعيلي 20%، الأهلي 40%، الزمالك 70%، دجلة 80%. أفراح بالأهلي وأتراح لرئيسه، حسن حمدي بيلقى جزاء العادل، يسجن ويحاكم بعد تهرب طال أمده. لكن مين حرك ملف الفساد المجمد لحسن حمدي؟ الأغلب نجيب ساويرس الحاكم الجديد لمصر، حركه لصالح أحمد سعيد. أحمد سعيد ده الدمية اللي بيحركها ساويرس، عطاله رئاسة حزب وهمي وعايز يزرعه في النادي الأهلي نائب للرئيس عشان يضمن وجوده في كل أزرع الدولة، سياسيا واقتصاديا وسياحيا واصطناعيا ورياضيا. حسن حمدي الرئيس الدائم للأهلي من 2002 كان رجل الهدايا الأول في مصر 30 سنة في أكبر وظيفة بتمنح هدايا للحيتان، كان بيدي هدايا لحسني مبارك نفسه، ووصل لغاية أصغر صحفيين مقابل أن يسيبه وكالة الأهرام للإعلان تعمل شغلها وتاخد أموال من الهوى، إعلانات، رعاية، دعاية، بطولات، حفلات، مرة باللوايح ومرة بالشبهات. حسن حمدي بقى ديناصور من سنة 1980 أول ما تمكن في وكالة الأهرام للإعلام، بقى إنه سنة 70 قبلها ب10 سنين بس كان لعيب بيدور على المحاسب، يا جماعة المحاسب جه عايز 20 جنيه كل مستحقاته. 1990 بقى مليونير، 2000 بقى ملياردير، ما شاء الله. تخيلوا بين 1990 و2000 حسن حمدي مسك أكتر من 100 منصب، شركات ومؤسسات وبنوك بره مصر وجوه مصر. حقيقة ما نكذبش برضه، حسن حمدي قدم خدمات جليلة للنادي الأهلي ورفع شأنه رياضيا وجاب نجوم وأحرز بطولات محليا وعالميا، لكن كل تعاقدات النادي الأهلي في ظل رئاسته مع وكالة الأهرام للإعلان اللي كانت برضه تحت رئاسته، وتعاقدات أسهلت الكاسرين بأرقامها المرتفعة وأثارت أحقاد الكارهين للأهلي كلها كانت مشبوهة
ليه؟ كانت لصالح الأهرام وبتظلم الأهل. حسن حمدي النهاردة في السجن قبل الاحتفال الصاخب لناديه الليلة بلقب النادي الأكثر فوزاً بالألقاب العالمية بين كل أندية القارات الخمسة، عنده 19 لقب بالمناسبة. الحفلة وهو بيشتغل النور اتقطع، حفل عالمي وفندق عالمي ونادي عالمي والنور اتقطع. بكرة تشوفوا مصر الحمد لله ضلمة. الأهلي تجاوز ميلان 18 لقب، أتلتيكو أندبندينتي الأوروجواني وبرشلونة الأسباني كل واحد 17 لقب، لكن أتوقع شخصياً إن الأهلي ما يحتفظش برقمه أكتر من 10 سنين. واحد من الأندية السابقة ياخده أو ريال مدريد عنده 15، حتى بايرن ميونخ اللي عنده 11 يقدر يعديه. مبروك للأهلي ونجومه، بس آخر 32 سنة النجوم هم اللي حطوه على سقف العالم. ونبارك للأهلي ولجمهوره، ولا عزاء لا للصوص ولا للحقد. من رئيس بيدخل السجن بتهم الفساد لمجموعة من المرشحين لرئاسة الأهلي والزمالك. لو القضاء أنصف، طبعا ما عندناش قضاء، كل سنة وانتم طيبين سعيد يوسف وأمثاله. لو القضاء أنصف وفحص ملفات الخمسة دول ماليا وجنائيا وأخلاقيا، أغلبهم هيدخل السجن، على رأسهم طبعا مرتضى منصور المحامي. ده اتسجن فعلا، خد سنة سجن لسوء سلوكه، وهرب من 3 سنين من سجن حتمي لضلوعه في مقتل العشرات في موقعة الجمل فبراير 2011 في ثورة يناير العظيمة. مرتضى منصور عنده مشاهد وإساءات على الهواء في كل القنوات، حاجة تسجنه في مصر وبره مئات السنين. عموما قبل ما نروح لحكاية مختصرة عن رؤساء الناديين، نرحب بضيفي العزيز الأستاذ محمد القدوسي. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا يا دكتور، مرحبا. أستاذ محمد، قبل ما أروح للتقرير اللي بيتكلم عن رؤساء الناديين، حضرتك بتزعم إنك كنت مهاجم خطير وهداف متخصص وبتشوط ركلات الجزاء برجليك الاثنين. طبعا مش برجلي الاثنين في نفس الوقت، كوارشي بس اللي كان يشوط برجلي الاثنين في نفس الوقت. فاكرينه كوارشي، الجون الشهير بتاعه اللي جابه في ريد ديفلز من نص الارض ده. الزمالك عنده ريد ديفلز تاني. غالبا هيكسب على اي حد. لا انا كنت فعلا بشوط باليمين وبشوط بالشمال، فكان الجون اللي لعب ضدي مره لو انا بلعب معاه في تاني مره يبقى مرتبك، يعني اللي عارفني عارف الحكايه دي. هتشوط بدي ولا هشوط بدي ولا بدي، كان يبقى مشكلته اكبر. نشوف تقرير عن رؤساء الناديين ونرجع مع الاستاذ محمد. بين استقرار الأهلي واضطراب الزمالك وفي غياب لاعب الناديين يقفز رقم 4 إلى الواجهة قبل انتخاباتهما يوم الجمعة. الزمالك تعاقب عليه خلال 6 سنوات الأخيرة 4 رؤساء، محمد عامر وجلال إبراهيم وممدوح عباس وكمال درويش، وهو نفس العدد الذي تولى رئاسة الأهلي طوال 40 عاما. الراحلون الفريق عبد المحسن مرتجى وصالح سليم وعبد صالح الوحش والرئيس الحالي حسن حمدي. ويعكس فارق الاستقرار فارقا مماثلا في النتائج والألقاب والأموال. الجديد في الانتخابات هذه المرة أن المرشحين الخمسة لرئاسة الناديين غرباء عن الناديين رياضيا، ولم يسبق لأي منهم لعب لأي فريق أو أي لعبة بالزمالك أو الأهلي. الأحداث السياسية الجسيمة في مصر لم تغطي على الانتخابات الساخنة في الأهلي والزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد. الأهلي ظل عقودا طويلة منذ نشأته عام 1907، وانتخاباته تسير وفق رؤية ترسم حدودها مجموعة من الشخصيات يسمونهم بلجنة الحكماء، وهو الذي أضفى على النادي الاستقرار والهدوء، حتى إن الأهلي أداره خلال الأعوام 70 الأخيرة منذ عام 1945 إلى عام 2014 7 رؤساء فقط، هم أحمد عبود وصلاح دسوقي ومرتجى وإبراهيم الوكيل وصالح سليم والوحش وحمدي. لكن الجديد في هذه الانتخابات أن تحديد مجلس الإدارة يبدو وكأنه خرج عن دائرة الاختيار المسبق، وتتصارع قائمتان إحداهما للمهندس محمود طاهر والثانية للمهندس إبراهيم المعلم. وفي الزمالك فرسان اليوم هم فرسان الأمس، كمال درويش ومرتضى منصور ورؤوف جاسر. الانتخابات تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي عقب سنوات عصيبة لم يعرف فيها الزمالك الاستقرار من كثرة الأحكام القضائية بحل المجلس أو عودته. ضيفنا أستاذ محمد القدوسي. أستاذ محمد، هل يعقل أن يكون كل المرشحين للرئاسة في الأهلي والزمالك من مؤيدي الانقلاب وأعداء الشرعية؟ ده مش بس كده، ده من المتورطين بوضوح، يعني مش كلهم الحقيقة لكن معظمهم
من المتورطين بوضوح في أعمال الانقلاب ومن المتورطين بوضوح مع نظام مبارك، وهو ده يعني زي المقدمة الهائلة اللي حضرتك قلتها، هو ده الانقلاب. أنا بس عندي سطر عايز أضيفه، حضرتك قلت حفل عالمي وفندق عالمي وسلطة بالغة التخلف، فطبيعي ان الكهرباء تتقطع. سلطة تنتمي الى العصور الوسطى، سلطة جاية بتحاول انها تحكم القرن 21 بفكر الانقلابات العسكرية في امريكا اللاتينية في الخمسينات وفي الستينات، لازم الكهرباء تتقطع. كويس الناس لاقي هوا تتنفسوا، يعني ده من نعمة ربنا علينا. بس النيل بقى اصفر الحمد لله. والنيل حكاية الرواسب اللي هي اللي فيه دي بالمناسبة دي مسألة بشرية، يعني دي مش مسألة مش ظاهرة طبيعية. دي ياما كان عندنا الاحتلال البريطاني، بس يعني الاستطرادات اعذرني فيها، ياما كان عندنا الاحتلال البريطاني بين قوسين كان فيه مفتشين ري على النيل على كل ترعة، يمكن على كل أمروة صيفي، على كل أناية صغيرة، علشان الحكاية دي ما تحصلش. وحنفتكر هنا انه الراجل اللي هو اللورد كرومر رفض ما يقبله الانقلاب حاليا ويمهد له، رفض ان تمد تل ابيب بمياه النيل، وهو الثمن الذي ستدفعه مصر حتى لا يقام سد النهضه، والذي احد الاسباب التي رتب الانقلاب من اجلها. الراجل اللي هو كان المحتل بتاعنا ده قال ما يفضلش حاجه من مصر لو ما فيهاش نيل، ولو وصلنا لتل ابيب فهيتهدد وجود النيل في مصر. ويامي احنا كنا 12 مليون ولا حاجه زي كده، احنا دلوقتي 95 مليون. قريب قوي يا استاذ محمد، لما حد هيدافع عن النيل هيقول له تنيل. لا وهيبقى ارهابي وهيبقى يدخل في المرشحين اللي كلهم انقلابيين. انا عندي بالقطع، لو تقول لي اقول انا التوقعات قبل ما حضرتك تقولها. لا بس الاول الظاهره دي ايه تحكمها؟ لان مصر لون واحد دلوقتي. اللي ضد الانقلاب في السجن مش عارف يرشح نفسه، يقول ده جزء من اللي مع الانقلاب، بس يعني ما هوش فرز اول، او في خلافات في صراعات داخليه بينه وبين اللي مع الانقلاب التانيين، بقى في السجن زي حسن حمدي. يعني حاجه من اتنين، يا انت معانا وتحت طعمة واحنا راضيين عليك، ده ممكن نكون معاهم وتحت طعم واحد زعلان منه كده، يعني من باب الله، يعني من غير اسباب كده، فيلاقي نفسه في السجن برضه. يعني شفنا حسن حمدي مجرد ان تقاطعات المصالح ما جاتش في صالحه فالإله بقى في السجن. إذن كل من هو ضد الانقلاب هو دلوقتي يا إما في السجن يا إما خارج البلاد يا إما مات الله يرحمه. طب الأخ حسن حمدي في السجن لأن نجيب ساويرس عايز ينجح أحمد سعيد اللي هو نائب حزب يبقى نائب. في مؤامراته الخبيثة ساويرس كتب كده على التويتر بتاعته بيهاجم ابراهيم معلم، قال ان من العار ان يبقى في مرشح التيار الاسلامي في الاهلي في الظروف دي. ايوه انت شايف الاتهام ده في عنصريه ولا مجرد حرب قذره؟ لا هو الاثنين، هو حرب قذره بتستخدم العنصريه في وجهها الطائفي، في صيغتها الطائفيه، وانا مش عارف هو اللي بيعمله نجيب ساويرس ده ما يبقاش طائفيه ازاي وما يبقاش ارهاب ازاي. يعني انت لما تيجي تستخدم اموالك، نجيب ساويرس من قبل قال ان هو مخصص كم مليار علشان حتى لا ينجح التيار الاسلامي. طب يا اخي يعني بلاش تيجي منك، ما يصحش انها تيجي منك لانها هتبقى مستفزه باختصار لانك انت قبطي، فيبقى المساله فيها بعد طائفي واضح. لا 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 لا, لا انت اللي عنصري بقى. انا لان تصدرس كان امبارح في اسمه تصدرس ولا تصدرس؟ تصدرس مش تصدرس. لا لا انا قلت اتنين سين زي السيسي وساويرس، خليها تصدرس. تصدرس كان في المؤتمر. عموما خلونا نشوف تقرير عن انتخابات الأهلي ونرجع مع الأستاذ محمد. ما بين إبراهيم المعلم ومحمود طاهر، تختار الجمعية العمومية بالأهلي الجمعة رئيسا جديدا يخلف حسن حمدي الذي كان مثار جدل في فترة حكمه لا سيما في الأيام الأخيرة بسبب رضوخه للسلطة حينا وتنازله عن حقوق الأهلي في أحيان كثيرة، وانحرف بالأهلي عن الطريق الذي رسمه سابقه المايسترو صلاح سليم. وبالرغم من أن الثنائي من خريجي كلية الهندسة وكلاهما يملك مشروعات عملاقة بعيدا عن الأهلي، إلا أن الجمعية العمومية ترفض أن يكون رئيس النادي مجرد بنك متحرك يدعم النادي من جيبه الخاص، بل ذو فكر اقتصادي يزيد من قدرة النادي المالية والإدارية.
ويعيب الكثيرون على الثنائي المعلم وطاهر كتيبة المحيطين بهم والداعمين لهم، فالمعلم اختاره حسن حمدي المحبوس احتياطيا هذه الأيام على ذمة قضايا فساد ليكون خليفة لها. وكان من أبرز داعميه مجموعة من الإعلاميين الذين تحيطهم الشبهات، بينما يكفي القول بأن داعمي محمود طاهر هم الصحفيون أسامة خليل وعلي السيسي، وكذلك هشام صالح سليم وأيمن يونس وطاهر أبو زيد والعامري فاروق والنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، الذي ظل صامتا طيلة سنوات مبارك على قضايا الفساد، ويتردد حاليا أن له دورا في تحريك قضية فساد حسن حمدي لضرب المعلم قبيل الانتخابات. اتفق المعلم وطاهر على عدم التجريح خلال ندوتهما، التزما بإنهاء كافة مظاهر الجولات والندوات داخل الأهلي قبل موعد الانتخابات بأسبوع كامل، لكنهما اختلفا في وعودهما الانتخابية. وعد المعلم بقرية أولمبية واستاد عالميا وفرع جديد، ورفض طاهر تقديم أي وعود مكتفيا بالحديث عن ملفات سيحاول حلها بطريقة علمية. المعلم وطاهر أحدهما سيجلس الجمعة متوجا على عرش الأهلي، فمن يستطيع أن يعيد النادي للطريق الصحيح؟ نعود إلى ضيفنا الأستاذ محمد القدوسي. إبراهيم المعلم اتهم النهاردة رسميا اللجنة المكلفة من وزارة الرياضة بمراقبة الانتخابات، اتهم بالانحياز وقدم الدليل إن هم كتبوا على الفيسبوك وتويتر عندهم دعمهم لمحمود طاهر. لهذا الحد سوير شان الناس كلها؟ مش بس كده، انا فتش ايضا عن عبد المجيد محمود. يعني عبد المجيد محمود ايده في القضاء طايله، واحنا عارفين المجموعه اللي بتحكم القضاء في مصر الان هي المجموعه الانقلابيه، وان كل او معظم القضاء الذين كانوا مع الثوره يا اما هم محالين للصلاحيه، يا اما هم خارج مصر، يا اما هم بيعانوا بشكل من الاشكال. وبالقطع ايضا فتش عن المال الحرام الذي دفع من تحت الطاوله ومن فوق الطاوله ومن نص الطاوله في كل اتجاهات الطاوله. هنا ممكن نسجل كمان الكلام اللي قاله الاستاذ محرم الراغب احد اشهر الاعضاء في المجالس المتعاقبه لادارات النادي الاهلي، لما قال ان دي اسوأ انتخابات في تاريخ النادي الاهلي وانها انتخابات لا تليق باسم النادي الاهلي. نسجل ايضا ما قاله محمد ابو خليكه النجم الخلوق وعلامه من العلامات في تاريخ الاهلي، لما طالب المرشحين باحترام تاريخ الاهلي ما يشير الى انه ما يحترموش. يعني لو ان هم محترمينه يبقى المطالبه لا محل لها من الاعراب، والشيء من معدنه لا يستغرب، ياتي الاحترام دائما من المحترمين. عايز اقول للناس بس افكرهم بحاجه انت حضرتك قلتها يمكن في البدايه او في التقرير اللي جه في البدايه، انه النادي الاهلي 7 رؤساء بامتداد تاريخه، بينما اقرب منافسيه وهو نادي الزمالك كان ساعات يحكمه او يراس مجلس ادارته 7 اشخاص في السنه الواحده. فانه هذا الاستقرار الرائع هو اللي صنع البطولات الهائله اللي في مسيره النادي الاهلي، رئيس يجي لمده 20 سنه لمده 25 سنه، ده مطلوب في الهيئات الصغيره زي الانديه، ده مش مطلوب على الصعيد السياسي العام. لكن لا شك في المشروعات ذات الطبيعه الخاصه، مشروع استثماري مثلا او هيئه فنادق نادي كده، كل ما بتستقر القياده بتاعتها وكل ما بتستقر الاداره بتاعتها لا شك ان بتيجي بتبقى عندنا نتيجه احسن، خاصه ان هذا الاستقرار هو استقرار بالانتخاب الحر المباشر الحقيقي وباصوات الاعضاء. عموما نسيب الاهلي ونروح للزمالك. مرتضى منصور مرشح للرئاسه تعرض للسجن بحقائق سنه، واتهم برضه حقائق ضمن مجرمي ومحرضي موقعه الجمل. لما اتهم هرب، عمل ابو الرجاله النهارده هرب، الداخليه حصرت بيته وما عصرتش عليه، فشلت في القبض عليه تماما زي ما فشلت في القبض على توفيق عكاشة وطالع من الاستوديو كل يوم. يعني الواحد بيقدم برنامج كل يوم وهو طالع من الداخليه مش عارف تقبض عليه. لا هي هو عكاشة هو مرتضى، بس ايه وجهين لعمله واحده. النهارده مرتضى مرشح للرئاسه ضد كمال درويش ورؤوف جاسر، مرتضى الاكثر سفورا على الاطلاق في اتهام ثوار 25 يناير وضد انصار الشرعيه. ماذا لو نجح؟ تفتكر لو نجح مرتضى منصور ممكن يعلن نادي الزمالك رسميا مثلا بعض القرارات ضد الاخوان وضد الشرعيه وضد الصلاه وضد الاذان، ممكن يعمل الكلام ده؟
أعتقد طبعا. والأسوأ أنه ربما لو لم ينجح، لأنه يعني أعتقد أن الدكتور كمال درويش هو أحد الأسماء التي كانت تحظى باحترام في كانت كما أقول تحظى باحترام في الوسط الرياضي. أعتقد أنه أخطأ خطأ كبيرا لما حضر المؤتمر الانتخابي بتاع مرتضى منصور، ودي سابقة غريبة من نوعها. ما ينفعش إن أنا وإنت متنافسين وإن أنا أجي أقعد في كراسي المتفرجين وتابع حضرتك وإنت بتقول ده أنا جاي أعمل إيه، أنا جاي أعيدك. فكرني بالحاج أحمد الصباحي لما قال إنه كان مرشح نفسه ضد مبارك لو تفتكر في آخر مرة اللي كان فيها الدكتور أيمن نور والدكتور نعمان جمعة وآخرين يعني. فأحمد الصباحي أعلن إنه رشح نفسه ضد مبارك وقال إن أنا مرشح نفسي بس حد صوتي لسيادة الرئيس، ولو نجحت لا قدر الله فأنا هتنزل له عن الرئاسة. فأنا كتبت يا ماما قال طول الله لا أقدر يا حاج أحمد يعني عشان بس تبقى تفتكر في هل في أي تشابه أو تضاد بين أحمد وحمدين الاثنين صباحي؟ يعني كلاهما قبل أن يلعب دور كومبارس صامت. مش طرطور تقصد؟ كومبارس صامت. خلي الطرطور طرطور. لا ده في احسن يزعلوا مننا. في ألقاب اتحجزت، وبعدين لابد أن نحترم أن علاقات طيبة ربطتنا أنا شخصيا ذات يوم، وأعتقد أن في فرصة حتى لأنها ممكن ترجع تاني لو الناس رجعت للحقيقة بالأستاذ حمدين صباحي. طيب عموما نادي الزمالك بيواجه ثلاث رؤساء لكن والأهلي اتنين، إنما في حاجة غريبة جدا إن الفيفا طلبة رسمية من مصر إيقاف الانتخابات رسمية وإعادة الناس اللي موجودة. عملوا طبعا كذا جواب وخوفوا ممدوح عباس وادي شوف حسن حمدي حصل فيه إيه، ممدوح اوعى تقول عايز ارجع عندنا اوراق وملفات، مخوفين كل الناس. ايوه فمخوفين كل الناس، لكن الفيفا ما بيعرفش الكلام ده. ما هو السيناريو الذي تتوقعه حضرتك لو قرر الفيفا ايقاف النشاط الدولي لمصر اذا لم تلغى نتيجه الانتخابات؟ يبقى بكره تشوفوا مصر، يبقى ايقاف النشاط الدولي. احنا فاكرين حكايه المباراه الشهيره مباراة غانا التي سرقت على الهواء وادعت سلطة الانقلاب ان ده من حقنا وبعدين جات الفيفا عشان تقول لا انتوا حرامية ودي سرقة وده مش من حقكم ولا حاجة وعليكم غرامة، وتكافع على الخبر مجبور. قال لك يعني ايه عملوا الناس نفسهم مش واخدين بالهم وهندفع الغرامة من دماء الناس وخلاص كويس. فدلوقتي حتى لما ده هيحصل هيطلعوا الناس يقول لك العنصرية ودور التنظيم العالمي للإخوان وإن إخوان لا لإخوانة الفيفا وإنه تم اختراق. هيطلع الجدع اللي هو اللي ماسك الفيفا ده تم تجنيده من قبل أخو أوباما اللي ماسك الفلوس بتاع إخوانه بتاعت وبعدين مصطفى بكر هيعمل كتاب عن إخوانة الفيفا وده صح جدا. وعادل حمود هيدخل في الكتاب برضه يا راجل. هو مش تهدي جبالي طلعت على شاشة التلفزيون مش قال الكلام ده في قاعدة في الدرة يعني كده وقالت هقول لكم سر وقالت ان اخو اوباما ده الراجل المحاسب بتاع الاخوان. طيب خلاص يعني دي الابعد لما يطلع بتاع الفيفا ده اخواني صح سهل خاصة ان في انا اقول لك دليل دلوقتي هيتقال مش في كذا لعيب كورة عالمي اشهر اسلامه أيوة طبعا بيلعبوا في فرق مهمة طبعا مش كده من اول تيري هنري والبتاع وريبييري مش كده. طيب فدول طيب هو ده جاي من الفراغ؟ لا ده دي اخوانه الفيفا بقى اهو التنظيم العالمي اهو انا بقول لهم عشان بس ما يغلبوش يعني عشان يمشوا طيب. في السكه السهل. حضر لي نسب الترشيحات عندك لغايه ما نشوف تقرير عن انتخابات الزمالك ونرجع نشوف محمد القدوسي شايف مين هيكسب هنا ومين هيكسب هنا. 48 ساعة فقط تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك، ويختار الأعضاء رئيس النادي الجديد الذي سيخلف المؤقت كمال درويش المعين بقرار حكومي. المرشحون الثلاثة لم ينتظروا بدء الانتخابات لتحسم أصوات الأعضاء، فقد بدأت الصراعات داخل النادي بحضور الثلاثي كمال درويش ومرتضى منصور ورؤوف جاسر في نفس البقعة الصغيرة بميت عقبة. وبدأت المشاكل المكتوبة على جماهير وأعضاء الزمالك عندما عقد رؤوف جاسر مؤتمرا داخل ناديه للحديث عن مستقبل النادي لو رشحه الأعضاء رئيسا.
ومن سوء حظه أنه أسهب في الحديث حتى ذكر اسم الرئيس الحالي كمال درويش الذي يدير النادي فعليا ليقتحم المؤتمر وتنشب مشادة كلامية انتهت بسلام. ما دفعتش عننا ليه لما كنت واقف جنب جمال؟ أنا أنت رئيس النادي كان يجب أن تدافع عن الله. أنا أجي أردني إيه؟ ما أنا برده أهو، ما أنا برده أهو في ندوتي. هو أنا اتهمتك بحاجة؟ مرتضى منصور لم يكن حاضرا في الواقعة، لكن نجله قام بالواجب مع رئيسه الحالي كمال درويش، وقام باستغلال مكبرات صوت في النادي والتي كانت تعد لمؤتمر آخر للتشويش على كلمات جاسر بأغنية تسلم الأيادي التي يرقص على أنغامها مؤيد السيسي. وأبى مرتضى منصور أن يكون بعيدا عن هذه الأضواء، فاقتحم بعد دقائق مؤتمر جاسر رافعا حذاءه في وجهه، ثم عاد لمنصة أخرى بالنادي معلنا تضامنه مع درويش ضد جاسر، معلنا تحالفا جديدا. على فكرة أنا كنت نايم وما كنتش عايز أجيله، لكن لما لقيته قال لي هذا أبوك وبيجي سنة قلت جاي أضربه من جاسر. النزاع الأبرز في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات كان حول مكان إقامتها، فبعد رفض احتضان ملعب كرة القدم المسمى ملعب حلمي زامورا لها، قرر مجلس درويش أن تتم العملية الانتخابية داخل الصالة المغطاة بميت عقبة. وأخيرا تفرغ المرشحون بشكل شبه يومي بمقر الزمالك لمهمة إقناع ناخبين بمنحهم مقعد الرئاسة قبل يومين فقط من إجراء الانتخابات. أستاذ محمد، نادي الأهلي إبراهيم المعلم ولا محمود طاهر؟ لا، محمود طاهر ونائبه. ونائبه؟ لا، ما هو لو محمود طاهر لوحده لا ده هو نائبه. ده ممكن يبقى هو نائبه، هو الرئيس والنائب. يعني ما أنا عايز أقول محمود طاهر موجود. يعني محمود طاهر هيبقى راجل بركة كده برضو. يعني محمود طاهر هيبقى راجل زي 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 الاستاذ وصفي مندور، زي يعني فرفور ماشي الاستاذ وصفي مندور، فاستاذ محمود طاهر هيبقى عندنا استاذ محمود طاهر الاستاذ وصفي مندور، وهيبقى احمد سعيد هو 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 الدنيا كلها. فانا اعتقد انه ما جبتش سيره محلوب خالص انت. لا، ما هو انا رايي ان الاستاذ محمود طاهر ونائبه عندهم الفرصه الاكبر، سواء بالنظر لأنه الانقلاب يريد ذلك، سلطة الانقلاب تريد ذلك، أو بالنظر لأنه الإجراءات التنفيذية اللي هتتم، اللي هي القضاء اللي هيشرفوا على الانتخابات واللي هيفرزوا دول، يعني مع أنا بستخدم بس ألفاظ يعني طيبة وبنت حلال كده، دول مع عبد المجيد محمود، وعبد المجيد محمود مع لا يا بخت اللي كان ساويروس حلاله. كويس جدا، مفيش مشكلة، حلال مفيش. طيب نروح للزمالك، مرتضى ودرويش وجاسر. أنا أفتكر إن رؤوف جاسر بلا فرص. رؤوف جاسر أعتقد صباحي بتاعه، أعتقد إن هو بيلعب على التمثيل المشرف، عارف دي آفة الرياضة المصرية اللي هي إيه، اللي أشعرها يا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب، يعني في كثير من الأحيان. وأعتقد إنه يأتي أولا مرتضى منصور ثم كمال درويش، على نفس النغمة، لأن الانقلاب عودنا أنه يأتي بوجه سافرا. ولأن أنا النهاردة أنا كنت متراهن على الهوى مع أحد أنصار الانقلاب، يعني الأستاذ مجدي حمدان، فكان بيقول لي ان لا ده هيستقيل، وقلت له انه عبد الفتاح السيسي لن يعلن ترشحه الا وهو يرتدي البزه العسكريه. والنهارده ظهر عبد الفتاح السيسي وبيلقي البيان وهو لابس البدله العسكريه. قلت الجيش المصري واسمه بالظبط. قلت وهاكد تاني انه حتى لو افترضنا انه قدم الاستقاله دلوقتي، فالاستقاله ديت لا يعتد بيها. ليه؟ واحد، لانه هو قدمها دلوقتي لسه المكاتب والادارات والبتاع اللي هتمشي الاستقاله دي مش موجوده، طب هتبقى موجوده بكره الصبح الخميس. اتنين، يبقى ادبيا وقانونيا ودستوريا، وده الاهم، ما يحقلوش انه يعلن الترشح لانه هو ما زال لغايه دلوقتي عسكري، هو عسكري. الحاجه الثانيه انه اعلن الاستقاله من منصب وزير الدفاع، الاستقاله من ان هو القائد العام للقوات المسلحه، دي جت مفعوصه في السكه جواها، مش عارفين هي حصلت ولا ما حصلتش. اذا كان ابراهيم محلب رئيس الوزراء اللي عنده وزير دفاع حاطط شرطه السيسي على مكتبه. يلا نروح لفاصل ونرجع لمصر الانقلاب.
فعلا فاصل ممتع. هي دي مصر كله ضرب. على رأي الأستاذ محمد خلص عليه. الانهيار وصل في مصر مدى أكتر من 50 لاعب أهلي وزمالك وإسماعيلي عجزوا أن يجيبوا أكتر من جونين في 9 مباريات إفريقية متتالية لعبوا فيها أكتر من 14 ساعة. إيه السلبية دي؟ فشل غير مسبوق في نفس الإطار. لاعبوا الزمالك وجهازهم الفني وجمهورهم نفسهم في جول، أي جول في أي ماتش في أي فريق، 6 ساعات جفاف ضد سكوب 0-0، ضد نكانة 0-0، تليفونات بني سويف 0-0، قول مصري خسر 1-0. أستاذ محمد زي ما زعمت حضرتك إنك هداف سابق، فين الخلل؟ ظروف البلد ولا فقر الأندية ولا سوء تدريب ولا دي القماشة؟ لا مش الحكاية كده، لأن هي نفس دي القماشة اللي كانت بتشعرها يا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب، وبنلعب على طريقة عمنا نجيب المستكاة وخطة ولا زمان يا سلاحي وبخطة الكرة الفرعونية الانزراعية، انت فاكر التعبيرات بتاعت الأستاذ نجيب الله يرحمه. فنفس الجماعة دول اللي بصينا لأنهم خدوا بطولة أفريقيا 3 مرات، وبصينا لأنهم بأعلى فرقة في أفريقيا بتجيب معدلات تهديف في مباريات رسمية، ده بتكلم عن الفريق القومي، وشفنا النادي الأهلي كان بيجيب أهداف يعني زي المطرة، وشفنا الإسماعيلي بيجيب أهداف كتيرة، وحتى حرس الحدود لما دخل في اللعبة، وحتى إنبي. أنا عايز كل الناس تتذكر أن السنوات التي سبقت ثورة يناير مباشرة كانت فترة ازدهار رائعة للكرة المصرية. ليه؟ أمة بالكامل بتنهض، فتنهض في كل حاجة، من أول شرب الشاي لغاية كرة القدم لغاية السياسة لغاية كل، الأمة ناهضة، الناس تتطلع إلى المستقبل، القلوب مليئة بالشجاعة. وكرة القدم هي لعبة المتعة ولعبة الرجال الأشداء ولعبة الشجاعة، لعبة أن تجازف، أن تغامر، أن تقتحم دفاعات العدو، إنك ما تبقاش خايف ومتراجع. وأن سنوات الثورة المضادة برغم ثورة يناير العظيمة، سنوات الثورة المضادة كانت سنوات بداية التراجع، بدأنا نجيب ورا، بدأنا ننكسر خوف، ويأتي الانقلاب ليقضي تماما على الحالة دي. مفيش حد في الدنيا عارف إنه هو لو أبدى فرحته بطريقة معينة بإحراز هدف هيدخل السجن وهيجيب جون. ومش أحمد عبد الظاهر برضو دخل السجن في جون؟ عايز الناس يجيب جون وتدخل السجن يا دكتور. النهاردة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، اللجنة الموقرة، شالت العقوبة بتاعت صلاح أمين اللي شاور بالسيسي. النهاردة الاتحاد الأفريقي أنظر الأهلي والزمالك لو ما بلغهمش النهاردة يعني كمان خلاص فاضل ربع ساعة الملعب، الماتش ممكن يتلغى او ياخدوا عقوبه. لو فشل الاهلي والزمالك في ايجاد ملعب لمباراتيهما قبل نهايه انذار الكاف، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان الكاف هيوقع عقوبه ماليه في تقديري، ولن يصل الامر لو تراخى اكتر، يعني مش من يوم هيبدا الكاف معاهم بالعقوبه الماليه، واعتقد ان ده هيبقى اعلان اخر وجديد، او الامر هو حتى في الوقت ده يعني بكره تشوفوا مصر ومصر ام الدنيا هتبقى الدنيا مش لاقي ملعب تلعب عليه كوره. ثم ان انا بعتبر ان ده شكل من اشكال العقوبه اللي هي من اعان ظالما سلط عليه. احنا عارفين ان في قطاع الرياضيين ناس كتيره قوي كانوا بداوا يقلقوا بقى لك بزياده ثوره بزياده بتاع، احنا عايزين نرجع نلعب كوره، طب روح يا اخويا دور على ملعب تلعب فيه دلوقتي، خليهم يدوروك على ملعب تلعب فيه. فرص الانديه الاربعه في بطولات افريقيا نشوفها في هذا التقرير. الأرقام لا تكذب، هدفان لمصر في 4 مباريات وكلاهما لوادي دجلة، بينما عجز الأهلي والزمالك والإسماعيلي عن زيارة شباك منافسيهم في ثمن النهائي الإفريقي، فباتوا في خطر الوداع المبكر. الأهلي في موقف حرج بعد الخسارة ذهابا أمام أهلي بنغاز الليبي في تونس، سقط بهفوة دفاعية جديدة وما أكثرها في الآونة الأخيرة. الخسارة هي الثانية إفريقيا للأهلي هذا الموسم بعد يانج أفريكانز التنزاني المتواضع. وبينما يحتفل الأهلي بلقب النادي الأكثر تتويجا عالميا، بات الفريق المترهل فنيا على شفا 90 دقيقة من وداع دور الأبطال، أصبح هشا يسهل الوصول لمرمى حارسه إكرامي مع صيام تهديفي لمهاجميه وأسلوب لعب عقيم ألغى خط الوسط واكتفى بكرات عالية كلها كانت لدفاع المنافس.
ومن زامبيا عاد الزمالك بتعادل سلبي ثمين مع نكان ريد ديفلز عزز حظوظه في بلوغ دور المجموعات، إذ التزم مدربه ميدو بالواقعية دون تأليف في تشكيل الفريق وأسلوب اللعب. الزمالك أفلت من فخ الملعب السيء والأجواء الحارة بفضل بسالة دفاعه وحارسه المخضرم عبد الواحد السيد. كأس الكونفدرالية شهد تفوقا واضحا لوادي دجلة محققا الفوز على جوليباء المالي 2-0 في القاهرة ليسهل مهمة العودة في باماكو. ولم يستفد الإسماعيلي من الأرض عندما استضاف بترو أتلتيكو الأنجولية وتعادل سلبيا لقلة خبرة اللاعبين. وكانت أبرز المكاسب تألق الصاعد عمر طارق الوحش ليبشر أن قلعة الدراويش لا تنضب من المواهب. التعادل وضع الإسماعيلي بمأزق إيابا في ظل الخبرات الكبيرة لمنافسه ونجميه فلافيو وجيلبرتو، ثلاثة مقاعد مصرية في بطولتي الأندية مهددة بسبب الأداء المتواضع والمستوى الهزيل، ويبقى الأمل في الحظ. أستاذ محمد، نسبة الأهلي الزمالك الإسماعيلي وادي دجلة من وجهة نظرك كم؟ هو زي ما انت برضه، انا هتفق مع حضرتك زي ما انت قلت في الأول، الأفضل والأعلى حظوظا هو وادي دجلة، يليه الزمالك، يليه الإسماعيلي، وأخيرا بكل أسف الأهلي. وإن كنت أعول على روح الأهلي فإنها ترفعه ربما ليتساوى مع الزمالك إن لم يتساوى مع وادي دجلة. وادي دجلة تبدو النتيجة 2-0، النتيجة مطمئنة لكنها ليست نهائية، ممكن جدا في مالي تبقى النتيجة 2-0 برضو ويبقى في ضربات جزاء. النتيجة مطمئنة لعملها وادي دجلة، وكويس هذا الوافد الجديد يعني إنه يبقى أداؤه بالشكل ده، لكن مش نهائي. النتيجة بتاعت الزمالك برضو خلينا نفتكر إنه المصري سبق ليه قبل كده إنه تعادل مع إنه تعادل مع الأفريقي في تونس وبعدين جه هنا اتغلب، لأنه أنت وأنت بتلعب بره أرضك يكفيك أن تدافع بس، وأنت على أرضك بقى ممكن تهاجم فتنتهي الدفاع. لعله خير. خلينا نروح لفقرتنا التحكيمية والكابتن ناصر صادق. أهلا بكم في فقرتنا الإسبوعية التحكيم على الميزان، التي ننتقي فيها أهم الحالات التحكيمية المصرية والعالمية ونتناولها بالنقد والتحليل. نتمنى أن تلقى اختياراتنا رضاكم. نبدأ حالتنا التحكيمية بهدف سادومبا مهاجم أهلي بنغازي في النادي الأهلي المصري، والهدف يعني لأول وهلة كده أنا حسيت إن في حاجة غير طبيعية. لما عدت الكورة وجدت إن إحساسي في محله، في لمسة يد على سادومبا واضحة ومتعمدة لم تحتسب، والهدف غير شرعي. هنشوف في الإعادة هنا الكرة خرجت من رأس المهاجم لرجل وائل جمعة، قلشت ما قلشتش لكن اتجاه الكرة كان عكس يد اللاعب، لكن الكرة وقفت فجأة. ازاي وقفت بيد اللاعب؟ طبعا هي زي ما احنا شايفين الكرة في متجهة ناحية يد اللاعب وفجأة سقطت على الأرض، وهنا الهدف غير شرعي. سواء اعترض لاعب الأهلي أم لم يعترضوا، الهدف غير شرعي. هدف محمد صلاح الأول في البريمير ليج مع تشيلسي، أول وهلة تسلل، لكن هنا الإعادة بتبين تميز الحكم المساعد، المدافع آخر تاني مدافع على خط واحد مع محمد صلاح، وتميز من الحكم المساعد. عشان كده بنقول للحكام المساعدين ما يتخضوش دايما في الكور المشابهة. ركلة الجزاء لم تحتسب في مباراة برشلونة وريال مدريد، وهنا نيمار عدى بالكرة، المدافع عرقل نيمار من ركبته. لو شفنا هنا رجل المدافع خبطت ركبة نيمار عرقلته ثم لمس الكرة. هو لو لمس الكرة الأول ثم اصطدم بيه أو خبطه ما فيش مشكلة، لكن هنا طالما خبطه الأول يبقى فيه هنا مخالفة وضرب الجزاء لم تحتسب. هنا تسلل على كريم بنزيمة لم يحتسب. في الإعادة هنا بنشوف كريم بنزيمة متسلل بكامل جسمه، يعني خطأ ساذج جدا من مساعد ممتاز مفروض في البريمير في الليجا الإسبانية. ضرب الجزاء احتسبت لفريق ريال مدريد. لما تيجي الإعادة هنشوف إن المخالفة حدثت من خارج منطقة الجزاء، وهي إذن ركلة حرة مباشرة وليست ركلة جزاء، لكن تمركز الحكم غير السليم هو اللي أدى إلى هذا الخطأ. هنشوف زي ما احنا شايفين الرجل اللي اصطدمت برجل رونالدو خارج منطقة الجزاء تماما، يعني تقريبا نص ياردة خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم هنا لم يكن في المكان الصحيح فلم يتخذ القرار الصحيح. ما بني على باطل فهو باطل. ضرب الجزاء لبرشلونة، اعتقد ان انا مش هتكلم في ضرب الجزاء ولا لا، لكن هتكلم في تسلل من اول اللعبة. هنا هنثبت اول ما تثبت الكرة هنا، بص هنا مدافع او مهاجم برشلونة متقدم واقرب لخط المرمى من نيمار، اذا هنا تسلل في بداية اللعبة. وايضا
يعني الكرة يعني أنا شايف إن ما فيهاش مخالفة وما فيهاش ضرب الجزاء. إذا ضرب الجزاء غير سليمة لبرشلونة وأخطاء يعني نقدر نقول إن هي كبيرة من حكم كبير زي أنديانو الحكم الأسباني اللي أنا لعبت معاه عدة بطولات وما كنت ما كنتش أتوقع إنه مستواه يبقى في هذا الوضع. هدف يعني هدف روني الجميل والرائع، لكن للأسف بعد ما نشوف الإعادة هنكتشف إن هذا الهدف الرائع ليس شرعيا أيضا. هنبص هنا شايف إيد روني على كتف المدافع وأسقطه على الأرض. طبعا المدافع كان طالع فوق، هو جذبه أو مسكه نزله تحت، فالمدافع ما قدرش يلعب الكرة. روني استفاد من هذا الخطأ ولعب الكرة في الجول. إذن هدف غير شرعي في ركلة حرة مباشرة على روني. هدف في الدوري السعودي لفريق النصر في مرمى فريق الاتحاد السعودي. هنا لحظة تمرير الكرة، بص هنا المهاجم قريب لخط المرمى من آخر تاني مدافع، وتسلل لم يحتسبه الحكم اللي احتسب هدف غير سليم تماما لصالح فريق النصر اللي فاز بالمباراة. ألقاكم بحول الله الأسبوع القادم وحالات تحكيمية جديدة في التحكيم على الميزان. دمتم في أمان الله. شكرا كابتن ناصر. والآن مع لقطات الأسبوع لأحسن ألعاب أكبر الأخطاء في فقرتنا الأسبوعية الجديدة البراعة والبشاعة في الرياضة. بدايتنا مع البراعة. ماتتش طويلة خلف المدافع محمد صلاح بكرة. هدف الأسبوع ليس الأجمل بل لعله الأسهل، وليس الأهم بل لعله الأقل أهمية، ولكنه الأول لمحمد صلاح مع فريقه الجديد تشيلسي، وهو الأول لأي لاعب مصري مع الفريق الإنجليزي في التاريخ، وهو الأول لأي لاعب مصري في نادي أرسنال العريق. اختتم به صلاح سداسية تشيلسي النظيفة في أرسنال ليحافظ على صدارته، وسجد لله شكرا وقدم شكره لزميله صاحب التمريرة الحريرية، لكنه لم يشكر مساعد الحكم الممتاز الذي لم يحتسبه متسللا، رغم أن آلاف الحكام لا يترددون في إيقافه للتسلل. هدف سادس قادم فرحة. حارس الأسبوع مجددا في صالات هوكي الجليد والبطولة الأمريكية NHL، والحارس الفنلندي الذهبي بيكاريني الذي منع الصقور السوداء لفريق شيكاغو بلاك هوكس حامل اللقب من هز شباكه في 29 محاولة، مسجلا رقما قياسيا شخصيا ومانحا فريقه ناشفيل بريديتورز المفترسون الفوز الثمين بهدفين نظيفين من 17 محاولة فقط للمفترسين على مرمى المنافس. الأرقام تؤكد أن الحارس ريني هو نصف الفريق أو أكثر. والآن إلى البشاعة. المطاريد في مصر هم المجرمون الهاربون في الجبال والكهوف بعيدا عن عيون الشرطة والناس، لكن المطاريد في ملاعب الكرة هم من تلاحقهم البطاقات الحمراء من الحكام بشكل منتظم. النجم الأسباني سيرخيو راموس هو كبير المطاريد في بلاده، خرج غير مأسوف عليه في منتصف الشوط الثاني للكلاسيكو بداعي إعاقته البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة المنفرد بالمرمى. الطرد هو 19 لراموس في الليجا منفردا بأسوأ رقم قياسي يهرب منه الجميع. خاسر الأسبوع الأكبر هو الفريق الخاسر للمرة الثامنة في آخر 9 مباريات، هو باير ليفركوزن الألماني الذي اعتقد البعض باكرا أنه قادر على انتزاع لقب الدوري الألماني البوندسليغا من بايرن ميونخ بعد البداية الأسطورية للفريق، لكنه تراجع وسقط وانهار وعجز عن القيام. ها هو يخسر في ملعبه ووسط أنصاره 3-2 من ضيف هوفنهايم ليهبط للمركز الرابع بفارق نقطتين عن جلادباخ وثلاث نقط أكثر من فولفسبورغ وماينز، وتتضاءل فرصته في اللحاق بركب المشاركين في دوري الأبطال الأوروبي الموسم الماضي.
وصلنا إلى النهاية. كل الشكر لضيفنا العزيز الأستاذ محمد القدوسي. شكرا أستاذ. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن نلقاكم مساء الأربعاء المقبل، لكم منا أجمل أمنيات وطاب مساكم.